السلام عليكم. إذا وصلنا اليوم عند التمرين رقم 29 كما وعدتكم إن شاء الله، باش نوصلوا للتمرين رقم 100 في هذه الدورة هذه. إذا هنا كما العادة التمارين اللي دازوا كاملين 28 راني حاطه في رابط أسفل الفيديو. اللي بغى ينقل التمرين هذا ها هو وحداكم، نقول له عاد كملوا وقفوا الفيديو. اللي بغى امبريميه راه حتى هو حاط الفورما بي دي اف أسفل الفيديو. ونبداو على بركة الله بالعملية الأولى اللي هي أ. ألوغ أ كتساوي هي هذيك 36 ناقص 112 ناقص 700. هذا شنو كيساوي؟ بعد أول حاجة قبل ما نبدا خصني نكون عارف في الذهن ديالي هاد الطابلو هذا اللي هنا. غير نشوف واحد أوكاري نعرف واحد، جوج أوكاري أربعة. نشوف مثلا 64 نقول 8 أوكاري، نشوف 100 نقول 10 أوكاري إكسيتيرا. نكون عارف من واحد حتى 163. نكون عارف كذلك هاد العلاقه هذه جذر اف بي كتساوي جذر اف جذر بي، هذه خصك تكون عارفها. الى عرف هذا وعرف هذا غنخرجو بسهوله. الوغ هذا شنو غندير؟ هاكا شوف 63 نكتبها هي 9 في 9 في 7 بهذا الشكل، 9 في 7. هاد 112 16 في 7. هاد 700 100 في 7. علاش كندير بحال هكذا؟ باش دابا نطبق هذه نكتبها هي جذر 9 في 7، هذه جذر 16 في 7، وهذه جذر 100 في 7. فوالا كاين عندنا قليه، ولكن كاين عندنا نعرف لان هاد 112 راه هي 16 في 7. ولكن انا نقول لك كيفاش كديروا هاد بديك هادي باينه. هادي اذا قلت لك كيفاش باش نعرف نقول لك حفظ هو الضرب، لان 9 في 7 هي 63. غير كتب لك هنايا 7، اذا راه لابد هذا عنده علاقه ب 7 وهذا عنده علاقه ب 7. غادي نقسم 112 على 7 غادي يعطيك 16، باش نقول 112 هي 16 في 7. هاد 700 باينه هي 107. فوالا دابا هنا هاد جذر التسعود عارفه هي 3، وهادي عارفه هي 16، وهادي عارفه هي 10. علاش كنعرف؟ حيت انا حافظ الجدول هذايا، هذا انا عندي في الذهن ديالي. شنو قلت لكم؟ غير نشوف التسعود 3، غير نشوف 16 4، غير نشوف 100 10. باش نعوض، جذر التسعود هي 3 جذر 7 ناقص 16 هي 4 جذر 7 ناقص 100 هي 10 جذر 7. انا درتهم بالالوان باش كتسهل عليكم. ودابا هذا كيتحسب، هذه بحال نقول مثلا 3 اكس ناقص 4 اكس ناقص 10 اكس، نقول لك هي ناقص 11 اكس، ياك؟ الوغ هذه هي ناقص 11 جذر 7. هنا كنكون بسطت هاد العمليه هذه. تخي بيان، نشوفوا دابا هذه ديال بي، عندنا 93 ناقص 10 جذر 1100 ناقص 6 جذر 396. هنا نقول لكم حاجه اخرى، غير تشوفوا 93 فكوا في 11، غير تشوفوا 93 ماشي 11 اوكاري ولكن 9 في 11. حنت دابا 93 خصني نكتبها عدد في عدد، مثلا 77 11 في 7، 66 11 في 6 اكسيتيرا. دونك غادي نكتبها بحال هكذا، هي 9 في 11 هاد 1100 راه باينه 11%، 11% باينه. اذا هاد 396 راه شنو غادي ندير؟ نمشي نقسمها على 11، نقسمها على 11 غتعطيك 36. باش نقول 396 هي 11 في 36. الوغ دابا نطبق العملية القاعدة هادي، هاد الغاسين نقسمو ليهم، نتسعود من 11، 111 اكسيتيرا. الوغ هادا تولي هي جذر السعود في جذر 11، هادي جذر 100 في جذر 11، وهادي جذر 36 في جذر 11. وكما قلت لكم من قبل، غير نشوف السعود نعرفها 3، نشوف 100 نعرفها 10، نشوف 36 نعرفها 6. نكتب هادي هي 3 جذر 11 ناقص 10 جذر 11 ناقص 6 جذر 11. بحال هنا درت بالالوان باش كتبان. فوالا هادي بحال 3 اكس ناقص 10 اكس ناقص 6 اكس، نقول لك تساوي هي ناقص 13 اكس. اذا هادي بلاصه اكس دير 11 غادي يعطيك هي ناقص 13 جذر 11. فوالا وهنا كنكون بسطت هاد العمليه هذه. نشوفوا العمليه المواليه. اذا العمليه اللي شنو فيها؟ جذر 7 على 3 ناقص 4 على 63 على 75 ناقص جذر 28 على 27. هادي باش نبسطها، باش نبسطها بديك اول واحد ديك ملاحظه، ملي شفت 63 ماشي 63، 9 في 7 75. على حسب انا شنو عندي، نقدر نكتبها 25 في 3، نقدر نكتبها حاجه اخرى، لان حتى انا كنشوف عندي هنايا 3 27 9 في 3 28 7 في 4. الو غادي نكتبها بحال هكذا، اذا 7 على 3 هذه ما كما هي، مع ان نقدر نبسطها. ها 63 كتبت هي 9 في 7، 75 25 في 3، و 28 4 في 7، و 27 هي 3 في 3. ما كيبقاش هو الضرب، اذا حفظ هو الضرب راه ما عادش يلقى مشكل. علاش درت بحال هكذا؟
لانني باش نطبق العلاقه القاعده هذه هد اذا عندي مثلا جذر كبير على بي هذا الجذر كيقسموه ضغط المقام يقول هو جذر على جذر بي هذا نطبقها هنايا تولي عندي هذه نخليها كما هي جذر 7 على 3 هي كان بامكاني نقسمها ماشي مشكل الوغ هاد الغاسين عاد نقسموا يقسموا البسط هذا مع المقام هذايا كما كتشوف هنا وهنا تقسموا هذا مع هذا فوالا دابا شنو عندي دابا نطبق هذه جذر ا في بي كتساوي جذر ا في جذر بي مثلا هذه جذر 9 في 7 غتولي هي جذر 9 في جذر 7 كما كتشوفوا هنايا الوغ هذه نقسم ثانيهم هنايا جذر 7 على جذر 3 ناقص شوف معايا جذر ا في بي هي جذر ا في جذر بي هي جذر 9 في 7 جذر 9 في جذر 7 بنفس الطريقه نطبق على هذه وعلى هذه وعلى هذه صافي من بعد كنحسب عندي هاد نخليها كما هي جذر 9 هي 3 ها هي ياك هذا 4 بقى بلاصه هي اذا هي 4 3 جذر 7 يعني دابا هذه عوض 3 3 في جذر 7 3 جذر 7 بنفس الطريقه هنايا هذه جذر 25 هي 5 هي 5 جذر 3 هي 5 جذر 3 هاد جوج ها هي هنا بنفس الطريقه هاد جذر 4 هي جوج في جذر 7 هي جذر 7 غنحيد هاد الضرب جذر 9 هي 3 ها هي اذا 3 جذر 3 تري بيان اذا نزيد نحسب هذا تولي عندي هي جذر 7 على جذر 3 اللي هي هذه هنا ناقص 12 جذر 7 علاش 4 في 3 هي 12 ها هي اذا ناقص 12 جذر 7 على 5 جذر 3 هذه هي حسبتها بنفس الطريقه هاد جوج جوج هي 4 اذا هي 4 جذر 7 على جذر 3 كما كتشوفوا هنايا فوالا دابا لاحظت معايا عندي هنايا عندي هنايا 5 جذر 3 هنا 3 جذر 3 دابا شنو غادي ندير هنا انا باش نوحد المقام انا نرجع المقام كله هو 15 جذر 3 اذا شنو غادي ندير شوفوا شنو دير هنا ضرب في 15 هنا وهنا ها هي ثلاثة بالخضر باش كتشوفوا هذا هنا ضرب في 3 هنا وهنا هنا ضرب في 5 هنا وهنا علاش باش كلشي يولي عندي 15 جذر 3 فوالا ها هو المقام واحد 15 جذر 3 الا كان المقام واحد عندنا هذه ناقص هذه ناقص هذه فوالا هي هذه ناقص هذه ناقص هذه كما كتشوفوا هنا وعندنا كل عندنا جذر 7 جذر 7 جذر 7 فنقول مثلا 15 اكس ناقص 39 اكس ناقص 20 اكس غنقول لك كتساوي هي ناقص 41 اكس وهنا هي اكس هو جذر 7 اذا ناقص 41 جذر 7 على 15 جذر 3 فوالا اذا نمشيو للعمليه المواليه العملية اللي خرج شنو عندي 3 ل 4 جذر 48 ناقص 0.5 غاسين دو 108 اذا هنايا كما قلت اول حاجه خاصني لابد نكون عارف هاد الطابلو هذايا غادي في الدين ديالي هذا ماشي نحطو مثلا ورقه حدايا نكون عارف في الدين ديالي وحاجه اخرى نكون عارف كما قلت هذيك نحتاجها بزاف هذا جذر ا في بي كتساوي جذر ا في جذر بي الى عارف هذا وعارف هذا غادي نجي هادو نقسمهم هاد 48 غادي نكتبها هي 16 في 3 ياك 16 في 3 هاد 108 غنكتبها هي 36 في 3 باش كنعرف عدد 3 كنشوف 8 هو 1 هي 9 و 3 قسمها 3 كنشد 108 وقسمها 3 كتعطيني 36 وانا عارف 36 عنده وجد مربع اللي هو 6 وعارف 16 اللي عنده وجد مربع اللي هو 4 كنخليهم دابا كنطبق هذه هاد الغاسين غنفرق بين هذه ون هذه ون هذه ون هذه اولا عندي 3 4 جذر 16 جذر 3 شوف هذا هو فرقت ليهم شتي وبنفس الطريقه غنفرق بين هذه ون هذه هي 36 جذر 3 تري بيان هذا جذر 16 كنعرف هو 4 وهذا 36 كنعرف هو 6 غنكتب 3 على 4 4 جذر 3 هذا جذر 16 هذه كتبت هو 4 هذا بقى كما هو وبنفس الطريقه هذا 36 عوضته ب 6 وهذا ها هو هذا 4 هذه كتمشي مع 4 انا درت انا بالحمار باش كتبان لكم مزيان كتبقى عندي 3 جذر 3 تخيلوا بالحمار اللي مشات 3 جذر 3 ناقص هذا 0.5 فوق 6 بحال 6 قسمتيها على 2 هي 3 3 جذر 3 تري بيان هذه الحين نقول مثلا 3 اكس ناقص 3 اكس هي 0 هذه كتساوي 0 فوالا هذه كامله كتساوي 0 اذا ملي كنكونوا كملنا هاد التمرين هذا تكونوا استفدتوا ونمشيو للتمرين اللي مراجع بوست 30 واقيله باش تستفدوا مزيان السلام عليكم.